كلام خالتي المقارون تاعنا واش نسحقوا شالوت باذنجان طماطم بالصلصة مرق الخضر كريمة حبق ثوم حار نقطعوها هكذا يا صغيور ملح فلفل الكحل نسحقولو الموزوريلا ولا عندنا ولا ما عندناش نقدروا نديروها بلا موزوريلا نسحقولو طماطم السوريز ولا عندنا ولا ما عندناش نقدروا نديروها بلاش ونسحقولو مقارون وزيت الزيتون شوية زيت في الماء ونديرو له شوية ملح هكذايا نديرو له شوية ملح ونرميو المقارون تاعنا ونطيبوه 6 إلى 7 دقائق هكذايا نصفيه من الماء كيما راكم تشوفوا نصفيه من الماء ونحطو في سنيوة هكذايا نحطو في سنيوة وندلو شوية زيت ونخلطو ونخليه يبرد وحده مقارون ما لازمش نبردوه في الماء هاوليك هكذا نديرو له شوية زيت نخلطوه ونخليوه حتى نستعملوه زيت نستعملو زيت الزيتون اوليفون نديرو لها شويه زيت هايا ونحطو الباذنجان تاعنا في التقلة لداخل لو كان الباذنجان في التقلة اللي على هذا الشكل نحط لها لي شالوت ندير لها شويه لي شالوت ونزيد لها الثوم هكذايا ونزيد نقليهم شويه كي تقلى لي شويه الشالوت مع الثوم مع الباذنجان هكذا نحطوا لها شويه حار واذا ما حبيناهاش حاره ونحبوا ناكلوا بها الدراري ما نديروش الحار غير نقليه والحار شويه نديروا شويه ملح شويه فلفل الكحل ونخلطوهم شوية غير نديرو الملح والفلفل الكحل نقلوهم شوية نحطو لي طوماط شيريس تاوعنا هكدا الداخل غير نحطو لي طوماط شيريس الداخل واش نحطو نحطو لها طماطم الصلصة نحطو طماطم الصلصة ونزيدو نحطو مرق الخضر هكذايا ونطيبوها 7 إلى 8 دقائق واللي ما يعرفش يدير طماطم الصلصة شوف في اليوتيوب تاعي راني دايرها ديجا هكذا كي طيبناها 8 دقائق واش نديرو نحطو لها الحبق ونزيدو لها شوية كريمة هكذا نزيدو لها شوية كريمة نخلطوها نطيبوها 3 دقائق ونحطو المقارون تاعنا الداخل نزيدو نطيبوها 3 دقائق راح تولينا على هذا الشكل شوفي لا كولور شعال هايله نرميو المقارون تاعنا الداخل ونخلطوها مليح تولينا على هذا الشكل هاي ليك شوفي الباستا تاعك كيفاش تخرج غير بالباذنجان برك ولا ما عندناش طوماطو شيريز ما نديرولهاش المهم نسحقو طوماطو صلصة والكريمة هاي ليك كيفاش تخرج دوكا نسربيوها ونوروها لكم هاي الباستا تاعك كيفاش تخرج نزيدو نديرولها شوية زيت الزيتون من الفوق هكذايا وهاي ليك الباستا تاعك شوفي الا ما عندكش الموزوريلا ما نديروش نديرو شوية بارمازان نديرو تشيدر من الفوق ماشي مشكل
وإلا ما عندناش سيريس ما نديروش طوماطو سيريس. هاي لك شوفي غير بالباذنجان طوماطو صلصة وكريمة شوية حار شوية شالوت شوية توم. هاي لك كيفاش تخرج الباستا تاعك. هاي لك المهم خاوتي ربي يحفظكم، نشوفكم في فيديو واحد اخر. وهكذا يا راكي الشيف في دارك كي ديري هذا البلاط.